في هذه الفقرة نبغى نتعرف على البرامج المفتوحة المصدر أو الـ Open Source Software. في بداية المحاضرة تعرفنا على نوعين من البرمجيات، وقلنا إن في برمجيات اللي نسميها الـ Operating System اللي هي System Software، وفي برمجيات اللي نسميها الـ Apps أو التطبيقات، وكل نوع من البرمجيات له استخدامه. بس المعلومة اللي أبغى أقولها هنا أن البرمجيات مفتوحة المصدر تنطبق على هذه النوعين كلهم، طيب؟ يعني مو بس تنطبق على النظم التشغيل اللي هي الـ Operating Systems، لا، تنطبق على برامج المستخدم وبعد برامج التشغيل. طيب يقول لك هنا أن برامج مفتوحة المصدر هي عبارة عن برامج مجانية، تمام؟ وبرامج تسمح للمستخدم أن يستخدمها كأي يوزر، طيب؟ بما أنها مجانية، وتسمح للديفلوبر أو اللي نسميه المبرمج إنه يبرمج النسخة الخاصة فيه بالرغبة اللي هو يبغاها، بالمتطلبات اللي هو يبغاها، ويصممها على كيفه، بعدها ينشرها للناس بشكل مجاني، ويسمح للناس إنهم يتشاركونها وينشر معها السورس، يعني ينشر الكود للناس، ما يمنع عنهم الكود، مو بس ينشر البرنامج ويسكر الكود، لا، هذا ما يسمى سورس اوبن سورس. الاوبن سورس يعني ينشر معه الكود ومجاني، عرفتوا؟ يعني يجمع شيئين، المفتوح المصدر عبارة عن برنامج مجاني والكود حقه مفتوح، لكن البرنامج المجاني هو او الفري سورس هو البرامج اللي ما عليها رسوم بس الكود حقها مسكر، عرفتوا؟ بس الاوبن سورس اللي احنا قاعدين ناخذ الحين هي البرامج اللي يجي فيها هذه الشرطين، انه مجاني والسورس او الكود حقه متاح للناس انهم يتشاركونه ويعدلون عليه. طيب لما المبرمج ينشر نسخة السوفتوير او البرنامج اللي هو برمجها، ينشرها مع رخصة تسمح للمبرمجين الثانيين انهم ياخذون هذه النسخة ويعدلون عليها ويضيفون عليها وبعدين ينشرونها للناس مرة ثانية، وزي ما قلنا اسمها الاوبن سورس سوفتوير. طيب من امثلتها اللينكس والاندرويد والاوبنتو. اوبنتو هي نسخة من نسخ اللينكس، اللينكس في منها نسخ كثير، والفايرفوكس اللي هو محرك البحث. فتشوفون فايرفوكس عبارة عن برنامج مستخدم محرك بحث، اما هذه الانواع الثلاثة اللي قبل لينكس واندرويد واوبنتو عبارة عن برامج تشغيل operating systems، فاشملت عندي النوعين للسوفتويرز مو بس نوع واحد. طيب ايش الفرق الاساسي بين البرامج الاوبن سورس سوفت وير اللي هي مفتوحه المصدر والبرامج التجاريه الكلوزد سورس سوفت وير نسميها، مثل كابريتنج سيستم مثل مايكروسوفت ويندوز، وك يعني ابلكيشن عادي مثل مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت باوربوينت، هذه نشتريها تقريبا ب 400 لفتره معينه لكم سنه، يعني نشتريهم جرير. طيب ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم مو بالخدمة، مو بالكفاءة، لا، الفرق بينهم المبلغ اللي احنا ندفعه بس، ان هذا مجاني وهذا بفلوس. طيب مين اللي يخلي هذا الشيء مجاني وهذا الشيء بفلوس ويحدد؟ اللي هم المبرمجين او الديفلوبرز. المبرمجين يسوون او يبرمجون البرامج حقتهم بعدين ينشرونها للناس، اذا بغوا يخلونها مجانية لكل المستخدمين يعني free products، او ينشرونها بشكل تجاري commercially products ان يستفيدون منها ويبيعونها للناس. وفي فكرة بعض المبرمجين يسوونها لما يبرمجون البرنامج حقهم وينشرونه للناس، بحيث انهم ينشرون نسخة مجانية وتكون هذه النسخة جدا بسيطة، والنسخة اللي بفلوس تكون هي نسخة الاحترافية، زيها زي برامج الاديتنج او برامج الفوتوشوب والتعديل وزي كذا. نشوف ان النسخة المجانية ما يكون فيها ميزات حلوة، والنسخة اللي بفلوس فيها الميزات اللي تخلينا ان نتحمس ونشترك فيها وندفع عشان ناخذ هذه الميزات. هنا نفس الشيء يتكلم عن البرامج المجانية اللي تكون نسخة منها مجانية، والنسخة الكاملة هي اللي فيها الفيتشرز او نسميها الفول فيرجن، النسخة الكاملة هي اللي تكون باشتراك. طيب يقول هنا ممكن تلقين هذه البرامج في الجوجل بلاي ستور، وامثلة منها كثير برامج احنا نستخدمها. طيب البرامج المفتوحة المصدر لما ينشرها المبرمج ينشرها مع رخصة اسمها General Public License، هذه رخصة الجي بي ال، هي رخصة تسمح للمبرمجين او للناس انهم ياخذون هذه الرخصة
ويعدلون عليها، سواء كان الشخص مبرمج أو يبغى يستخدمها عادي. إذا كان مبرمج يسمح له أنه يعدل عليها، وبرضو يمنعه من أنه ياخذ هذه النسخة ويخليها نسخة احتكارية، يعني Property Software. وشلون؟ أنه يقول خلاص أنا باخذها وبعدل عليها وبنشرها للناس، بس أني ما راح أنشر معها الكود، يعني هذه النسخة احتكارية. هو صح نشرها مجانا بس ما خلاها open source، خلاها بس free source. فميزة هذه الرخصة الـ GPL اللي ينشر فيها المبرمج مع برنامجه، عشان لما يشوف أحد خذ برنامجه وغير فيه وما نشره open source يقدر يحاسبه. طيب، كفكرة تسويق للبرامج المجانية ومعها برامج تجارية، انهم صاروا نشوف ان يحطون شهر مجاني ويكون يعني بسيط، وعشان تاخذ النسخة الكاملة بتاخذها باشتراك الشهر الثاني. وزي ما قلنا ان برامج الاوبن سورس هي برامج مجانية. وهنا نشوف معلومة مهمة، يقول لما المستخدم يشتري الرخصة عشان يستخدم برنامج مو مجاني زي ما قلنا برامج مايكروسوفت زي الوورد والباوربوينت، المستخدم مو قاعد يشتري البرنامج نفسه. لا، احنا نحسب ان احنا قاعدين نشتري برنامج، لا، احنا قاعدين نشتري رخصة تسمح لنا ان نستخدم البرنامج لفترة معينة، بس احنا ما امتلكنا البرنامج، بس صار لنا الحق ان نستخدمه لفترة معينة. الحين نبغى نتعرف على لينكس اكثر، ولينكس زي ما عرفنا انه هو برنامج مفتوح المصدر. لينكس يعتبر برنامج مجاني او برنامج نظام لتشغيل operating system اسمه جنو لينكس. ومفهوم هذا البرنامج انه تبرمج ونشر للناس بفكرة جديدة، وهي فكرة الopen source code، يعني كود مفتوح المصدر. اليوزرز يقدرون ياخذون هذا الكود ويعدلون عليه بدون اي حقوق للكاتب، لانه برنامج مفتوح المصدر. لينكس نظام التشغيل يعتبر من أقوى أنظمة التشغيل، ويعتبر برنامج جدا مهم، فعشان كذا كل العالم يهتم فيه ويهتم أنه يطوره. فهو نشأ وتبرمج عن طريق أشخاص متطوعين، عن طريق موظفين لشركات معروفة، وعن طريق حكومات ومنظمات في كل العالم لأنه مهم. وطبعا أي نسخة تطلع من نسخ لينكس وتتوزع، تتوزع تحت هذا النوع من التراخيص اللي هو الـ General Public License، وقلنا معناها أنها تعطي الحرية للمستخدم أنه يعدل على هذه النسخة وينشرها، وتمنع المستخدم هذا من أنه ياخذ النسخة ويخليها نسخة احتكارية يحتكر الكود عليهم. لا ننسى اختصارها اللي هو الـ GPL. في لينكس مسموح للمبرمج أو الديفولوبر أن يكون له الحرية التامة في أنه يتعاون في الكود وفي البرمجة، وأنه يستخدم البرنامج بشكل مجاني، وهذه هدف لينكس. في نموذج اللي هو اسمه نموذج التطوير التعاوني اللي هو Cooperative Development، هذا النموذج اللي هو يعني الفائدة للجميع اللي هو يمشي عليه نظام لينكس، وعشان كذا لقبوا هذه البرامج أو برنامج لينكس بالبرامج المسؤولة اجتماعيا، يعني البرامج الفري أند أوبن سورس سوفتوير FOSS، وقلنا أنها هي البرامج المجانية والمفتوحة المصدر. لينكس ما يعتبر بس برنامج مجاني، لا، في برامج وفي ميزات جدا مهمة تخلي الناس أنهم يستخدمونه ويتحمسون أنهم يطورونه ويحرصون عليه، غير أنه سريع جدا، عالي الأمان جدا، الموثوقية فيه والثبات فيه جدا عالي. وهو يعتبر أيضا من سلسلة برامج يونكس لأنظمة التشغيل، فهذا يعطي السمعة الزينة ويخلي الناس أنها تحرص عليه. طيب، قلنا أن الأمان فيه عالي، وشلون؟ يعني مستحيل يصير فيه يتأثر بالفيروسات، وورمز أو الديدان، بأي نوع من أنواع الفيروسات، أنواع من البرامج المضرة مستحيل يتأثر فيها. حتى لو مثلا أنا أستخدم نظام لينكس وشبكت على الجهاز فلاش ميموري، وهذه فلاش ميموري نفرض أن فيها فيروسات أو فيها ملفات ضارة، نظام لينكس يكشف لي أن هذا الفلاش ميموري فيه مشاكل ويسمح لي أني أعدلها.
فيعني جدا الأمان فيه عالي، ما يحتاج برامج حماية فيروسات ولا شيء من هذا النوع. أخيرا نبغى نتعرف على النوع الثاني من البرمجيات اللي هي الابليكيشن سوفتوير أو برامج المستخدم. هي مجموعة من البرامج تسهل استخدام المستخدم مع الكمبيوتر، وفيها ميزات جدا عالية ومتنوعة عشان تسمح لنا يسوي مهمات متعددة. هذه الابليكيشنز أو هذه البرامج تصممت بالضبط على حسب طلب المستخدمين وعلى حسب نظرتهم وإيش احتياجهم. من هذه الأمثلة اللي هي برامج المايكروسوفت أوفيس، زي ما قلنا وورد، باوربوينت، يعني خلينا نقول الوورد تصمم على طلب المستخدمين، إنهم مثلا يبغون برنامج يكتبون فيه نصوص يسمح لهم يعدلون عليه، فعلى أساسه تصمم وورد وهكذا. فنشوف هنا الصور المايكروسوفت إيدج اللي هو محرك البحث، وسفاري، وبرامج الأوفيس. برمجيات المستخدم اتقسمت على نوعين رئيسية. النوع الأول اللي هو نوع الجنرال بيربس ابلكيشن سوفتوير، يعني البرمجيات للغرض العام، والنوع الثاني اللي هو سبيسيفيك بيربس ابلكيشن سوفتوير، البرمجيات اللي يكون لها غرض خاص. التطبيقات اللي تستخدم في كل مكان ونشوف كل احد يستخدمها نسميها الجنرال بيربس ابلكيشن، يعني التطبيقات العامة الغرض ويكون غرضها عام، مثل تطبيقات الوورد، السبريد شيت اللي هي الاكسل، وتطبيقات قواعد البيانات وما الى اخره. يعني هي اي تطبيق يستخدم بشكل عام ونشوف ان كل الناس تستخدم الاغراضها العامة. أما البرامج اللي تكون تصممت على أساس إنها تنفذ مهمة معينة، أو تكون تصممت على أساس إنها تكون لشركة معينة لاحتياجهم المعين عشان تقوم بالمهمات اللي هم يبغونها على حسب الريكوايرمنت أو المتطلبات اللي طلبوها، فهذا النوع من البرامج نسميه specific purpose applications أو البرامج المحددة الغرض. من أمثلتها اللي هي برامج مراقبة الحركة الجوية. برامج مراقبة الطائرات وحركتها الجوية ما تكون موجودة في كل مكان، مو كل أحد يستخدمها. نشوف أنها تستخدم بس مثلا في القاعدات الجوية أو بس في المطارات، فهذه لها احتياج معين. فعرفت الفرق بين النوعين، وبكذا نكون انتهينا من محاضرة تطبيقات الكمبيوتر، وتعرفنا على تعريف السوفتوير، وتعرفنا على السيستم سوفتوير اللي هي برمجيات النظام، وتعرفنا على الابليكيشن سوفتوير اللي هي برمجيات او تطبيقات المستخدم، وخذنا تفاصيل على برامج المفتوحة المصدر مثل لينكس.